بس احنا ودنا ناخذ بالاسباب المعقم، انت شايف الوضع كيف؟ صحيح صحيح، لازم نتبع الاوامر صحيح الاعلى منا ويفهم منا، وهذا شيء عند الله. الاردني قلبه قوي ومر عليه مصاعب كثيره. ونعم والله ونعم. الاردني ثابت ومحامي وطنه وحامي حاله، ربنا غير يحميه. الله، هذه بلد مربي يتمان مهاجرين، والله ما يموت عنا ولا واحد. ونعم. الا من رب العالمين. ونعم بيك. بس بدنا شغله واحده، انه الدعايات الهدامه هذه نقطعها. سوالف اللي ما تسمع كثير اشاعات يا حجي. نعم، اشاعات هذه ما ودنا اياها، لان هي هذا الحرب حرب عنيف، حرب عنيف. لما تسمع بشغله انت ما شفتها يا رجل، انت ما شفتها، تسولف عن رايك لي. لا، ودنا سواليف صحيحه من مصادر موثوقه من وزير الصحه، غيرهم ما نصدق. يعطيك الف عافيه، يعني اجمل من هيك كلام ما في. شو نسوي؟ هذا اسمع الموت مع الجماعه رحمه، هذه دولي ما هي دولتنا لحالنا. حنا والله ما بينا خلاف، جانا من برا، ريحتنا على بعضنا عطر. نزول سيدنا موجود، حنا بخير. الموت ما يفي حمايل، يفيها الاجيال الرديه. نعم ايه نعم. ذي ابيح عليك يا عد قلبك، الله يسعدك ولا يهمك. يعطيك الف عافيه. عينوا علينا ما تنام، واللي نشمي جندي.